مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء حارة في أغلب المناطق، ووصلت العظمى في عمان 36 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة إلى لطيفة، ويستمر ظهور كميات من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، لتبقى فرصة الأمطار واردة، قد تصحب بالرعد أحيانا خاصة في مناطق البادية. بتوصل درجة الحرارة إلى 25 درجة، أما الرطوبة 63% والرياح شمالية غربية. غدا انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا. توصل درجة الحرارة بالنهار ل 32 وبتنخفض بالليل ل 23 درجة. يومي الأحد والاثنين أجواء صيفية اعتيادية في الجبال وحارة نسبيا في باقي المناطق، وعودة الليالي المعتدلة والمناسبة للجلسات الخارجية. توصل درجة الحرارة بالنهار ل 31 وبتنخفض بالليل ل 21 درجة. ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 24 وغدا 34، عجلون 24 وغدا 34، جرش 26 وغدا 35، وأجواء شديدة الحرارة. المفرق 23 وغدا 36، الزرقاء 26 وغدا 36 درجة مئوية. بتسجل درجات الحرارة في السلط 25 وغدا 33، مادبا أجواء صافية 25 وغدا 32، مطار ملك علياء 25 وغدا 36 درجة. بتسجل في البحر المي 32 وغدا أجواء شديدة الحرارة 41، الطفيلة 23 وغدا 32، الكرك 25 وغدا 33 درجة. في معان 28 وغدا 37، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 32 وغدا 42، نهاية برويشد 29 وغدا 44. إذا ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: طقس حار نسبي يوم السبت وانخفاض على درجات الحرارة يوم الأحد، وعودة الطقس المعتدل ليلا بدءا من الأحد. ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم.